صفقه جامده، بس مش اللي هي اللي هتضيف الزمالك. الزمالك فعلا في لعيبه احسن من اللاعب، والزمالك يعني مش محتاج صفقات. يعني مرتضى منصور بيحاول، يعني مش عارف عايز ايه بالظبط. اي صفقه هتيجي نادي الزمالك الفتره اللي جايه طالما ما فيش اداره كويسه ما هيبقالهاش اي تاثير. بص، هو محمد دليات لاعب مميز جدا، خاصه ان هو السنه اللي سان داونز خد فيها دوري الابطال كان احسن لاعب في الدوري، فاعتقد لو الزمالك خلص معاه تبقى صفقه قويه جدا للزمالك. والله بص حضرتك، انا يعني من ساعه ما ايهاب جلال جه وانا متوقع للزمالك ان شاء الله اللي هو يبقى احسن من الاول بكثير، مع ان انا اهلاوي. انا شايف ان خامه باليد لاعب كويس وهيفيد نادي الزمالك، بس طول ما في مشاكل في الاداره في نادي الزمالك، الزمالك مش هيقدم ولا يكون احسن. هيضيف طبعا اضافه قويه جدا لهجوم الزمالك. الزمالك عنده لعيبه كتيره تحت رؤوس الحربه، بس ما فيش لعيب بخامه بليات. يعني بليات لا، لعيب غير اللعيبه اللي موجوده، جناح غير، يعني مش تقليدي شويه. فاحنا فعلا محتاجين حد في المكان ده، يعني حد صانع العاب كويس قوي يحرك اللعيبه. هو لعيب اضافه هيكون للزمالك، هو لعيب كويس، شفناه مع سان داونز برضو عمل موسم جيد وكانوا اخذوا البطوله ساعتها، وهو لعيب هيكون اضافه ليهم ان شاء الله. ان شاء الله عبد الله السعيد مش هيوقع الزمالك، عبد الله السعيد هيوقع الاهلي او هيوقع بره الاهلي. ما اعتقدش حاجه زي كده، لكن كل حاجه مش مستبعده يعني. لا ما اعتقدش، يعني لان عبد الله عمل تاريخ مع الاهلي ومفيش مبرر ان هو يروح الزمالك. يعني لو هيروح الزمالك عشان مقابل مادي، فمقابل مادي ده ممكن الاهلي يدوه، غير كده مفيش مبرر ان هو يروح. والله ده اشاعات كتيره، يعني انا مش مصدق ان ابن النادي عبد الله السعيد. انا عارف ان عبد الله السعيد من اسماعيليه ومن نادي الاسماعيلي، بس اللي هو متربي في الاهلي مستحاله يعمل حاجه زي دي. هو عبد الله السعيد مش هيمضي للزمالك، هو عبد الله السعيد هيفضل في الاهلي بمقابل مادي كبير، يا اما هيطلع يا السعوديه يا الامارات، لانه عايز مقابل مادي كبير. لسه في مفاوضات، فلسه هنشوف. وفي كلام برضو ان في اشرف بن شرقي، وفي كلام ان في عبد الله السعيد، بس عبد الله السعيد بعيد يعني عنهم. عبد الله السعيد ان شاء الله اهلاوي، ولو خرج من الاهلي هيبقى بعد كاس العالم وبره وبره مصر، مش في الامارات او في اي حته او في امريكا، بس بعد كاس العالم. انا نفسي على مستوى الشخص ان عبد الله السعيد يكمل في الاهلي ويخلص، لو عايز يلعب سنه ولا سنتين يخلص في الاهلي وخلاص يقعد. ما عندك عماد متعب، هو بقاله كام سنه قاعد، وبالتالي عماد متعب من نجوم مصر العظيمه اللي المنتخب مش هيجيب زيه، مصر مش هتجيب زيه. بس لكن عبد الله السعيد انه يجي الزمالك ما اظنش انه ممكن يدي جديد للزمالك. عبد الله السعيد لو راح الزمالك هيكون ضيع تاريخه كله مع الاهلي.